أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة. تعاظمت الأزمات داخل العراق وتراكمت الكثير من المشاكل، ولم يتمكن رئيس وزراء ولا رئيس برلمان ولا قضاء ولا وزارات ولا أحزاب ولا حتى تظاهرات الشعب ولا القوى الوطنية من أن تجد الحلول الناجعة والناجحة للعملية السياسية. بالتالي وضع البلد في حال لا يرضي الجميع، فكلما تجري انتخابات ويشكل مجلس نواب أو يشكل يتم تعيين رئيس وزراء وكابينة، عادة ما تولد ناقصة ورئيس جمهورية بصعوبة بالغة. يتأمل العراقيون اليوم خيرا ولو بالوهم والتمنيات، لكن سرعان ما تبدأ المشاكل والتعقيدات حتى تبدأ مرحلة من الاضطراب والقلق منذ عام 2003 حتى هذه اللحظة. فهل يحسم البرلمان عقدتي رئاسة الجمهورية والوزراء لانتخابات عام 2021؟ على الجانب الآخر، فتصاعد حدة الخطاب بين الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد في ذروة صراعهما المحتدم على منصب رئاسة الجمهورية، في ظل تبادلهم للاتهامات بين القادة والنواب من الحزبين. المحاذير من ممارسة سياسة لي الأذرع والخيانة والاستقواء بطرف خارجي. هذه مشاكل المشهد السياسي اليوم. إذن نتابع هذا الموضوع بعد أن نستعرض هذا التقرير. يسعى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية تشترك فيها جميع الكتل السياسية لتجاوز عقبة الخلافات التي تراكمت بعد انتهاء انتخابات تشرين. ويتحرك الإطار الذي تولى زمام المبادرة نحو جمع الكتل السياسية تحت مظلة حكومة وطنية تشمل الجميع دون إقصاء أو تهميش أي طرف سياسي، فيما تؤكد كتلا سياسية أن الحكومة القادمة ستبعث رسالة إنها خدمية لكل العراقيين، وإنها لن تكون إقصائية أو تهميشية أو إلغائية لأي طرف ساهم في العملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشترك، ومن بقي فيها أو انسحب منها. وفي ظل ذلك التلاحم السياسي التي تشهده أوساط الكتل الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي، لا زالت الخلافات تتسيد المشهد في البيتين السني والكردي، إذ لم تفلح تحركات الأكراد عن تذويب الخلافات الحادة بينهما على منصب رئيس الجمهورية، حيث يتمسك الاتحاد الوطني ببرهم صالح كمرشح وحيد له، بينما يصر الحزب الديمقراطي على تسمية ريبير مصطفى لمنصب الرئيس. ويشهد تحالف السيادة السني هو الآخر خلافات حادة بين جناحي الحلبوسي والخنجر، ويتوقع أن تستمر تلك الخلافات لحين تشكيل الحكومة المقبلة. وهذا الأمر زاد من تحمل الإطار للمسؤولية وتبني مباحثات جدية وحقيقية لتشكيل الحكومة، بدءا من خوض مباحثات لا تقصي أي طرف سياسي من أجل الحفاظ على النسيج الوطني وضمان تسمية كابينة وزارية يشترك فيها الجميع بلا استثناء، لتأخذ على عاتقها إدارة زمام الأمور في البلد استعدادا للمرحلة المقبلة. أرحب بكم من جديد مشاهدينا، وأرحب بضيوفي في هذه الساعة، أستاذ يونس الكعبي نائب رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك يا أستاذ يونس. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام وضيفي الكريم. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل العزاوي الباحث في الشأن السياسي. أرحب بك يا أستاذ نبيل في هذه الساعة. وأبدأ مع حضرتك، يعني شهر على انسحاب التيار الصادري من المشهد البرلماني، حتى اللحظة ماكو ملامح لتشكيل حكومة أو حتى لتفاهمات واضحة بين القوى اللي على عاتقها تشكيل حكومة واختيارات ما تبقى من الرئاستين. هل فشل الإطار صراحة في اختيار رئيس الوزراء؟ هل عمق من الانسداد السياسي؟ أولا شكرا جزيلا للاستضافة، وتحية للضيف ولكل جمهوركم الكريم. الحديث عن الانسداد وتعميق الانسداد وما وصلنا إليه هي نتيجة طبيعية للسجالات التي كانت والعناد السياسي الذي حصل ما بين كل الكتل السياسية بدون استثناء، والذي وصلنا إليه اليوم من حالة من هذا الجمود السياسي، خلينا نسميه استعصاء سياسي، لأنه حقيقة اليوم كل يعني من يدعي أن الأمور ماضية لأن يعني بوادرها تكون في حلحلة لقضية هنا أو هناك، ولكن بتقدير المتواضع أقول أن لب المشكلة هو في قضية رئاسة الجمهورية. إن كان هنالك
بادرة أمل ستكون، وحسب ما وصلتنا من أخبار على مسامعنا بأن اليوم سيكون لقاء جوهري وفاصل ما بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد، يعني السيد باب الطلباني سيلتقي السيد مسعود برزاني لوضع اللمسات الأخيرة على شكل رئيس الجمهورية، ويعتقد أنه سيكون من الاتحاد حسب ما سرب لدينا. يعني قبال هذا سيكون تنازل من الاتحاد على يعني وزارات معينة، وأن لا يتدخل الاتحاد في قضية المفوضية وقضية تغيير قانون الانتخابات بالإقليم. تدرين إقليم كردستان عندهم انتخابات بعد أقل من 3 أشهر، هذا كله طبعا هي لحد الآن، وهي تسريبات لحد الآن، صحة هذه التسريبات لم تصلنا، ولكن إن صحت هذه التسريبات أعتقد هي بداية لحلحلة قضية مهمة. يمكن أنه يعني هنالك تصور يكون لرئيس الوزراء، ولكن من يتصور أنه سيمضي برئيس وزراء يعني وتمشي؟ يعني القضية مو قضية رئيس وزراء، القضية ماذا بعد هذا، ماذا بعد التشكيلة؟ هل يمكن أن يترك التيار الصدري واللي يمتلك 73 مقعد، واليوم الشارع يحرك في يعني ساعات، ويعني هاي القضية الصلاة وال يعني المجماهير اللي نزلت يجب أن تكون في ظل يعني هاي في ظل رؤية الإطار التنسيقي، وأن يكون هنالك جوهر للقضية. يعني نريد برنامج حقيقي يمكن أن يرضي التيار الصدري والجمهور. هذا البرنامج مريد من 30-40 صفحة، خلي يكون من صفحة واحدة يأسس سمري تنحل كل القضايا. لا يعني هسه لا نذكر التيار الصدري وكأنه التيار الصدري يعني هو لا شبهنا بالبعبع اللي يخوف العملية السياسية والأطراف. بالعكس اليوم التيار الصدري بيردوا أفعاله، يعني أفعال منطقية، أفعال يعني مسترخي، ما لا يذهب إلى التشنج يعني وإلى إلى الشارع. يعني تيار الصدري بكل اليوم المشاكل السياسية اللي تظهر على الساحة، لكن تيار ردوده يعني مسالمة ومنطقية. ليش جاي نشوف التيار على أنه هذا الطرف اللي يبحث عن التشنج وتجيج الشارع؟ ما هو شيء حتى هذه اللحظة. لا هي مو تشنج، وإنما التيار الصدري من ترك العملية السياسية، سيد مقتدى الصدر من ترك العملية السياسية يعني اعتقد جزء من الإطار بأن العملية انتهت، التيار الصدري أصبح خارج اللعبة السياسية. لاحظ التغريدات، كم عدد التغريدات بعد أن خرج التيار الصدري؟ إذن تغريدات بأنه موجود وفاعل، وهنالك يعني منظار آخر سياسي ومنظار الشعبي. لكن يعني هو لا يضمر السوء يعني. لا قضية السوء لا، إحنا لحد الآن من يعتقد أن هنالك سوءا بالعملية السياسية التيار الصدري يعتقد بأن الإطار سيقف له حجر عثرة، لا، ليقدم نموذج الإطار، هي فرصة للإطار، أنا بتقديري سوف لن تتكرر. ليقدم الإطار نموذجا واقعيا مقبولا من قبل الجماهير. ما نقول الجماهير الصدرية، كل الجماهير اليوم عندنا احنا فئة مترددة مقاطعة، الفئة الرمادية تقدر بأكثر من 70%، خل نرضي هذه الفئة، وبالتالي اعتقد ان العملية ستسير بالطريق الصحيح. تمام، ارحب بك استاذ يونس من جديد. يعني هسه المشكلة بالفعل ما زالت يعني لدى الإطار في اختيار رئيس الوزراء، كما تحدث استاذ نبيل بانه الى الكرد حتى اللحظه ما حاسمين امرهم وان حسم امرهم مثل ما تظهر هذه التسريبات بانه سيختارون يعني مرشح عن الاتحاد واحد وذهاب به. يعني العقده اليوم مو بالكرد، العقده في الاطار، يعني على ما يبدو الاطار الكرد بداوا يحسمون امرهم. نعم، اولا مساء الخير عليك وعلى مشاهدين الكرام واستاذ نبيل العزيز. الحقيقة جد أختلف يعني في بعض النقاط مع الأستاذ في بعض الطروحات. أولا العملية السياسية ليست بهذا التعقيد الذي كانت عليه قبل 7 أشهر أو 6 أشهر من بعد الانتخابات. اليوم الأمور أكثر وضوحا، يعني انسحاب التيار الصدري من الحياة البرلمانية وليس من الحياة السياسية. هناك فرق أن يكون خارج الحياة البرلمانية وأن يكون خارج الحياة السياسية. فعليا التيار الصدري موجود في الدولة العراقية من خلال مناصب العليا، من خلال الإدارات العامة، من خلال الكثير من المفاصل، وحتى في العمل السياسي في داخل الأوساط الشعبية. يعني إذا التيار الصدري لم يغادر إلا قبة البرلمان، وهذا يعني حسابات سياسية يعني يقدرها التيار الصدري نفسه. بالنتيجة اليوم لدينا واقع سياسي جديد، إطار تنسيقي متصدر للعملية السياسية هو الذي سيشكل الحكومة بالتأكيد. رئيس الوزراء سينبثق من هذا الإطار التنسيقي، باقي الكتل السياسية ستكون في هذا الفلك، لن تكون بعيدا عن هذا الوضع. وش بيه الإطار اليوم؟
إطار ما بيشي، ما عنده مشكلة. ماكو تصدع بالإطار كما يروج إعلاميا، يعني هذا لأنه بدأ الإطار فرق يعني بين ما يخلق الإعلام وبين الواقع. يعني نأخذ من مصادر القرار من خلال لقاءاتنا من المقربين، من قادة الإطار، من الفاعلين داخل إطار التنسيقي. لحد الآن لا يوجد خلاف حول آليات اختيار رئيس وزراء. بالمناسبة هناك يعني إطار عام لرئيس وزراء غير الأسماء، يعني إطار التنسيقي حتى من كان في وقت التحالف الثلاثي وضع آليات حتى يبقى إطار واحد متماسك. شو الآلية اللي اليوم اللي راح يختار من خلالها الإطار التنسيقي رئيس وزراء؟ هو خلى يعني شروط عامة لمن يتولى هذه المسؤولية. يعني الإطار التنسيقي استخرج من تجربة صعبة، تجربة الانتخابات والعزوف عن الانتخابات. بالتالي رئيس الوزراء الذي ينبثق يجب أن يكون مترجم حقيقي للشروط مو آليات، احنا نتحدث عن الآلية، الآلية اللي بموجبها الإطار يختار رئيس الوزراء كنظام داخلي بالإطار، يعني تشكيل. لا هو بالمناسبة الإطار ليس مؤسسة، هو يعني ائتلاف أو تحالف لمجموعة قوى سياسية وكتل سياسية شيعية، ليس مؤسسة حتى تتمتع بنظام داخلي. ولكن هناك تفاهمات بين زعماء الكتل السياسية حول آليات اختيار رئيس الوزراء. خلى شروط عامة من ينطبق عليه هذه الشروط. أعتقد اليوم الأسماء انحصلت بين اثنين أو ثلاثة، ما نذكر أسماء، ولكن انحصلت على الأقل في ثلاثة أسماء. سينبثق من هذه الأسماء مرشح واحد لرئاسة الوزراء. هذا سيطرح على باقي الكتل السياسية، وأعتقد مجلسات الإطار أنه لا يوجد يعني غبار على هذه الأسماء. بقيت عقدة الأخوة الكرد يعني في اختيار رئيس الجمهورية، وهذا أيضا وضع له سقف زمني، يعني ليس الأمر مفتوح أنه بانعقاد الجلسة القادمة يجب أن يأتي الكرد إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وليس جلسة مفتوحة. أي يجب أن يحسموا أمرهم، أما أن يأتوا مجتمعين بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية أو سيأتي مكون واحد. بالتأكيد من لن يجد الأغلبية الثلثين لن يحضر جلسة البرلمان، وبالتالي من سيقاطع جلسة البرلمان ليس لديه مرشح جاهز لرئاسة الجمهورية. سيكون الأمر ليس كما في 2018، سيكون هناك مرشح واحد، أما مرشح متفق عليه أو مرشح الذي يحظى بأغلبية الثلثين قبل الجلسة. إذن ستكون الجلسة القادمة هي جلسة يعني اختيار رئيس الجمهورية راح يكون حسب المراقبين مثل آلية اختيار رئيس الجمهورية عام 2018. لا تختلف هذه المرة. 2018 أتوا مرشحين اثنين، الديمقراطي والاتحاد الوطني. الآن الحزب الديمقراطي إذا لم يحظى بموافقة لتمرير مرشحه لن يحظى جلسة البرلمان، بالتالي سيبقى مرشح الاتحاد الوطني وحيدا. إذن ستكون جلسة لانتخاب رئيس واحد. أما يتفق الحزبان الكرديان، لذلك ارتفع مستوى التفاوض إلى زعماء الحزبين، السيد مسعود برزاني والسيد بافل طلباني. سيجتمعون لأن الموضوع يحتاج إلى قرار، أما أن يذهبوا بمرشح واحد لكلا الحزبين أو يبقى كل متمسك برأيه، ومن يستطيع من خلال مجلساته أنه يحظى بأغلبية الثلثين سيحضر إلى الجلسة. أما من لم يحضر، من لم يستطيع جمع الثلثين لمرشحه، بالتأكيد سيقاطع الجلسة ويبقى هناك مرشح واحد سيتم تمريره في الجلسة القادمة. إذن نحن أمام جلسة مفصلية، ليس هناك جلسة مفتوحة. الوضع اختلف عن الوضع قبل 7 أشهر، كان هناك تحالف ثلاثي، والتحالف الثلاثي يجمع أغلبية للحصول لتمرير مرشحه. الآن الموازين اختلفت، أعتقد لا يوجد ذلك الوضع قبل 6 أو 7 أشهر. ستحدد جلسة، ومن يستطيع حسم أمره قبل هذه الجلسة سيمر مرشحه. لا يوجد هناك جلسة مفتوحة ولا وقت مفتوح، إذن الأيام بقيت معدودة. لذلك المفاوضات انتقلت من الوفود المفاوضة إلى زعماء الحزبين الكرديين ليخرجوا برأي واحد. والأفضل يعني هذا كل المراقبين السياسيين يرون أنه يأتون بمرشح واحد أفضل، لأن وضع المطالب الكردية اليوم ضعيفة أمام المركز، باعتبار أن هناك قضايا اختلفت عن السنوات أو الدورات البرلمانية السابقة. هناك قرار للمحكمة الاتحادية عدم دستورية النفط والغاز، هناك قضية ضد تركيا بتصدير مبوب النفط الكردي عبر تركيا، هناك قضايا كثيرة ضعيفة يعني لا يستطيع الكرد يعني منفصلين أن يواجهوها. ذلك من مصلحتهم أن يأتوا إلى المركز مجتمعين وبمرشح واحد حتى يستطيعون
مناقشة القضايا المركزية التي تهمهم أمام مركز يعني أمام حكومة بغداد. تمام أستاذ نبيل، إذا صحت هذه التسريبات بأن خلاص تم الاتفاق على أن يكون مرشح من الاتحاد وذهب إلى جلسة البرلمان للتصويت على رئيس الجمهورية، حتى لو هذا السيناريو صحيح يبقى الديمقراطي هناك عنده تخوف من الـ من الـ من الاتحاد، مخاوف الديمقراطي هذه من أين تنبع؟ اولا يعني على شنو؟ على 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 مشاكلهم داخل الاقليم لو على التعامل مع الاتحاديه؟ اولا قضيه الاقليم يعني قضيه شائكه، يعني قضيه الاداره وقضيه سليمانيه وقضيه اربيل، وهذه يعني قضيه احنا ما نريد ندخل بهذا السجال اللي يعني بصراحه ما يهمنا اكثر ما يهمنا تشكيل الحكومه، ولكن اليوم الاتحاد متمسك جدا بمنصب رئيس الجمهوريه، يقابل هذا التمسك الديمقراطي ولاول مره، اذا تذكرين انت من 2006 الى 10 الى 14 الى 18 ما كان تمسك برئيس الجمهوريه. يعني هذا انه الديمقراطي يعني لديه يعني يعتقد انه لديه الكثير، يعني تدين يبدون يعلون السقوف وبالتالي ينزلون شويه شويه للمطالب. القضيه ارد اعرج على قضيه تطرق لها السيد يونس بانه يعني الإطار ما بي مشكلة، لا أكو مشكلة الآن بالإطار اللي هي كانت تجمع، أكو فرق بين الفكرة وأكو بين الموقف. الموضوع اللي كانت اللي يجمع بالإطار وكان يعني التيار الصدري والتحالف الثلاثي كان متخذ قضية الأغلبية، قبال هاي الأغلبية كانت أكو توافقية. إذا كانت هنالك موقف من كل الإطار تجاه الأغلبية، وبالتالي عندما انسحب التيار الصدري الموقف تغير. اليوم الإطار عندهم أكثر من فكرة. اليوم يعني مثلا على سبيل المثال اليوم السيد عمار الحكيم، السيد العبادي، السيد الخزعلي عندهم أفكار تختلف عن باقي الأفكار. يعني لحد الآن ما متفقين إحنا على شكل الحكومة المقبلة، هل يعني تمر ثلاث سنين يعني حكومة إجرائية كاملة أم هي حكومة تصريف أعمال، أو عفوا حكومة لمجرد أن نمشي بها حكومة انتخابات كما قالت المحكمة الاتحادية غير القانون وغير المفوضية. لحد الآن اتفاق ماكو. لحد الآن اليوم حتى قضية المنهج والمقدم اليوم حتى الأسماء المطروحة يعني أنا هذا الخلاف، هذا الخلاف بين الإطار، يعني هذا جوهر الخلاف. ما متفقين لحد الآن على شكل الخارطة المستقبلية. أكو هندسة أولياء أولوية. بس هذا ما يظهر بالإعلام. هذا المقاطعة الاطار يعني الشكل العام للسياسه القادمه متفق عليه. الخلاف الوحيد هو فقط على من سيتولى الحكومه القادمه. بالمناسبه حتى ضمن الادبيات من خلال جلساتنا مع قاده الاطار ليس مع الاطراف المحلله، قاده الاطار انه حتى في حساباتهم مستعدين الى انتخابات مبكره. يعني حتى هذا الخيار موجود في تمام صحيح، هذا ادبيات، هذا ايضا هذا موجود في حسابات وادبيات يتحدث عن هذا الموضوع. لحد الان ما يطرح غير ما موجود يعني ما موجود في الجلسات السريه او الجلسات الخاصه. اليوم نحتاج بصراحه نتكلم، اليوم نحتاج عقليه قارئه للمشهد، المشهد جدا معقد. مو هي العقليه القارئه داخل الاطار، بس خلينا نخدمك استاذ نبيل. يتكلم بنرجسيه، انا اشوف اليوم أنا الاطار يتحدث، يعني جزء من الاطار يتحدث مع الجزء الاخر يقول له خلاص انت لا تتعامل مع المشهد باريحيه وسهوله، هناك طرف اخر يتصدانا، هناك طرف اخر يعني نريد ارضائه، هنا خلاف داخل الاطار، جاي على مساله ارضاء الطرف الاخر اللي هو التيار. هو الخلاف هنا، والخلاف الاخر مثل ما ذكر استاذ يونس على شخصيه رئيس الوزراء، كل هاي الامور اللي ذكرتها برنامج ما مطروحه بخلافات الاطار. المشكله مو فقط بشكل او لون او رئيس الوزراء القادم، المشكله بمنهج رئيس الوزراء القادم، منهج لازم يكون عندي انا، هذا يحتوي هاي القضيه. اليوم الشارع اليوم مو فقط التيار الصدري، اليوم الكثير من يترقب نتاج هذه الحكومه الجديده شو راح تكون، شلون راح تصمد. يعني أنا مو بس أشكل الحكومة، قضيتي مو تشكيل حكومة، قضيتي يعني شلون تقدر تبقى ثابتة هذه الحكومة وهاي الأزمات اللي تدرين إحنا اليوم العراق في الدائرة الحمراء، اليوم في ظل هذا المناخ اللي عزيز، هو العراق احنا في ازمات 2003 مو احنا اليوم يعني جيب لي السنه العراق بقاعدين متاحين. اذا احنا ليش ذهبنا للانتخابات؟ انتخابات كنا نعتقد هذه الانتخابات تكون تأسيسية وليست إجرائية شكلية، يعني مو انتخابات عادية، كانت اكو متغيرات في الشارع. اذا احنا راح نرجع الى قضية مهمة، قضية اعادة هذه الانتخابات، وهذا موجود مثل ما تفضلتوا
بأنه احتمال ترجع. هناك أطراف لذلك يعني لذلك ترغب بإعادة الانتخابات. لذلك أقول ما بين شراهة المطامع وسوء المطامع يجب أن تكون هنالك رؤية حقيقية لتغيير هذه النمطية، النمطية التي كانت طوال أكثر من 18 سنة. الرؤية تكون الإطار باعتبار هسه اليوم احنا اليوم نتكلم بصراحة، اليوم الكرة في ملعب الإطار. لحد الآن احنا ما اتضحت الصورة، صحيح اكو يعني بوادر بأنه كنا يعني نتمنى أن تكون هنالك بوادر لحل حالة هذه المشكلات، ولكن أن لا تتقاطع. يعني الأسماء المطروحة، من هي الأسماء المطروحة؟ يقبل عليها الشارع هاي الأسماء؟ كل الاسماء اللي انطرحت يقال انه بالخط الثاني سياتي اسماء، مو هاي الاسماء اللي انطرحت بالجروبات واللي احنا طب نتحدث عن الاسماء استاذ نبيل، بس خليني بنفس النقطه ارجع للاستاذ يونس. قبل قليل تحدثت قلت ماكو الاطار ما عنده اي مشكله، قبل لحظات يعني استاذ يونس اليوم متاكد تقول لا الخلاف هو على شخصيه رئيس الوزراء، وفعلا هذا ما يظهر الا السطح. نعم واضح جدا الخلاف في الاطار. انا احكي من يعني لقاءات مباشره مع قائد الاطار وما صرحوا به، اعتقد الشيخ الخزعلي كان تصريح علني انه بالنسبه للاطار تشكيل رئيس وزراء اسرع من تشكيل رئيس الجمهوريه، يقول يعني مجرد اعلان رئيس الجمهوريه سنعلن عن مرشحنا لرئيس الوزراء وتنتهي المشكله بعد الاعلان. يعني لا هو هذا بعد هي توقيتات دستوريه استاذ العزيز، قصدي في شخصيه الرئيس احنا نتكلم لا لا احنا ما نحكي شخصيه الرئيس، بس هذا الشخصيه مقدمه لتشكيل الحكومه، لا يمكن ان تبقى الدوله العراقيه واقفه على قدم واحده لمده سنه او سنتين. يعني هذا الموضوع مثلا ليس مساله انه هذا يرضي الشارع وما يرضي الشارع. يعني اليوم الكثير الحكومه الحاليه ما راضيه يجوز على اداء رئيس الوزراء، ولكن والاختيار الشخصيه يعني ما كل اليوم لو كان هناك اختيار شخصيه حترضي الشارع الخلاف يكون عليها، لا اليوم الخلاف يكون على شخصيات مهمه من الصف الاول والصف الثاني، هنا الخلاف. المساله ليست في الصف الاول والصف الثاني. الصف الاول والصف الثاني الشارع يعني منطقيه انه ما هو المنهاج الحكومه القادمه. حكومه حتى تنجح لازم عندها برنامج واضح وبرنامج مدعوم من كتله سياسيه كبيره. اليوم الاطار اعتقد افتهم الدرس جيدا، يعني تجربه الانتخابات كانت تجربه قاسيه للاطار. فبالتاكيد ما راح يخطا هاي الاخطاء اللي خطاها بالمرحله السابقه. ايش تقصد اي اخطاء؟ بطرح الاسماء لا اخطاء الانتخابات يعني كان هناك الشارع بعيد عن القياده عن احزاب الاطار، ذلك حصلت هاي الفجوه. وين الاحزاب يعني حتى اللحظه يعني احنا ما عندنا حكومه يعني تشكلت حتى ترضي الشارع والشارع اليوم يشتغل حتى يرجع بالمناسبه الحكومات ليست احسن بعدنا لحد الان بمشاكل تشكيل الحكومه وشلون تقترب الاحزاب اليوم الحكومات ليست لاضاء المزاجات، حكومه لاداء يعني لاداره الدوله. كلما كانت الاداره من الحكومه هي الاحزاب السياسيه يعني الاحزاب بالبرلمان الحكومه للتنفيذ. انا خلينا نفرق بين على الاقل تراقب يعني بالبرلمان تراقب اداء الحكومه يعني الاحزاب بالنتيجه بالقوى السياسيه هي اللي ليش اليوم الشارع ليش يلوم القوى السياسيه حتى الشارع لا يشوش. تمام. الاحزاب والكتل السياسيه تكون في البرلمان داعمه للحكومه ومراقبه. تمام. يعني المفروض الحكومه المدعومه من الاطار هناك كتله سياسيه تراقب اداء هذه الحكومه وتدعمها في مواقفها السياسيه. في هذه الحاله الحكومه عندما تنجح سيرضى عنها الشارع، ليست هناك حكومه جاهزه حتى نعمل عليها استفتاء هذه مقبولة أو غير مقبولة. الشارع اليوم يعني بمختلف المزاجات مختلف المستويات العلمية والثقافية، ولكن الأداء الحكومي هو الذي سيكون المقياس. يعني الفترة السنة الأولى أو ستة أشهر الأولى ستكون مقياس للأداء الحكومي. إذا تتذكرون في فترة السيد عادل عبد المهدي كان هناك 100 يوم مراجعة للبرنامج الحكومي، للأسف هاي الحكومة تصف الأعمال أو الحكومة السيد الكاظمي لم تعمل بهذا المنهج. كان هناك 100 يوم يجتمع يعني مجلس الوزراء يراجع. شنو علاقة هذا الموضوع اليوم تقول بموضوعة انه الاحزاب السياسية ما راح تخطأ الخطأ السابق؟ شلون راح تكون تشكيل حكومة مو على اساس انه الزعامات تتولى المناصب السياسية والوزارية والادارات العامة. سيترك المجال بعض الشيء للمستقلين او الادارات التقنيه بحيث تتولى هذه المناصب. استاذ هذا كان موجود في حكومه الكاظمي، التكنوقراط اللي تتذكرهم اللي ما جابت نتيجه ووصلنا الى فشل غير مبرر، يعني هذا استنساخ التجربه نفسها التجربه. ايوه احنا هم انا جاي على تجربه اذا مشكلتنا مو بالاختلاف، مشكلتنا في اداره الاختلاف، اكو فرق اكو مختلفين يعني ساي الدول البرلمان السويسري الهولندي اكو اختلاف ولكن اكو اداره بعدين. شلون ندير هذا الاختلاف؟ احنا لحد الان اداره حقيقيه ما موجوده، شلون ندير؟ المفروض طاوله حوار واحده، كنا نعتقد كل الزعامات تجلس على هذه الطاوله،
ويكون فد رؤية حقيقية، يكون فد منهج قابل للتطبيق. وليس منهج ورقي. خلى رؤية واضحة. هو هنا هنا استاذ. العنوان هو حكومة خدمية. شنو اللي يجمع اليوم يمنع القوى السياسية انه تقعد على طاولة واحدة للحوار لتشخيص الأخطاء؟ يعني عامل خارجي يضغط عليهم باتجاه تأزيم الوضع، هناك يعني تخوف من القوى السياسية على مصالحها الذاتية على نفسها على الأقل. زينب بلاحظي يمكن ليش يعني كان صعوبة انه صحيح القوى السياسية تجلس على شوية الحوار واحد. احنا عندنا يمكن 14 او 13 مبادرة صارت، يعني مبادرات ايش قد. اكو كان عناد سياسي بين الكتل بين الزعامات، هي هاي المشكله. احنا لو كان شويه اكو يعني نزولا لرغبات الشارع، نزولا الى شويه يعني تنحني هذه الكتل للمواطن، ما كان وصلنا الى هذا المازق السياسي. هاي كلمه الاستعصاء وكلمه الانسداد هاي ما كانت موجوده احنا بال2010 الى 4، ما كنا نمر بهذا. حتى قامت تسوق ان يعني جمل جديده، ما كنا نعرف شنو الانسداد السياسي. وعليه اليوم احنا يعني كل مشكله ولها حل. يعني هاي الدول امثله كثيره طب مرت بازمات ومشاكل اكثر من مشاكلنا. هاي المانيا طبت بحربين عالميه، حربين عالميتين، يعني اليوم هي سيده اوروبا. هاي ماليزيا من سئله مهاتير قالوا له شلون وصلت الى هذا كله؟ قال اكو منهج وطبقنا المنهج. هي هاي ليش اتكلم عن المنهج؟ احنا يراد لنا هسه منهج. اولا هذا المنهج قابل للتطبيق بفتره هسه، يعني ما احنا يعني كثر هي كلمة الإصلاح. القوى السياسية يعني صعب تتقبل أي مبادرة أو منهج. يعني اليوم الإصلاح يعني اليوم كل من يعني يغني على ليلى، كل من يريد هو أن يكون صاحب المبادرة، هو الآخرين يطبقون الشعار المبادرة. اللي رفعه اليوم الإطار بأنه شعار الخدمة الوطنية، صحيح حكومة خدمة الوطنية. خدمة الوطنية هي خدمة الوطنية، هي كلمة مو سريالية تطلق. ترى الخدمة منهج تطبيق. لا هو هذا شعار. ترى الشعارات لمرحلة قادمة. ترى الشعب اليوم ما بعد تمشي على هاي الكلمات وهاي، يعني يوم منه هذا. لا سيحاسب على هذا. الفيدباك لحد الآن، الفيدباك من هاي الكلمة ما شعار. إحنا ما رفعنا شعارات سابقاً. حكومة التكنوقراط وغيرها. هو هذا السبب. حكومة التكنوقراط إحنا. ولذلك هي صعبة، المهمة صعبة جداً على الإطار، جداً صعبة، وعلى الإطار أن يتلقفها ويعني يبحر ويغوص في معانيها اليوم. لأنه اليوم من تترك إلى الكرة ويكون كنا قبل تتمترس الكتل السياسية مع الأخطاء ومع اليوم ماكو تمترس. اليوم الإطار هو راح يتحمل المسؤولية. من يتحمل المسؤولية بنجاح أو فشل، يعني إذا نجح في تشكيل حكومة وهاي العقد بدت تتفكك، يعني يطلع مظاهرات مثلا تيار صدري. لا ما ممكن، ما اعتقد اني التيار الصدري اليوم واقف رجله يعني ركبه. وتعتقد الاطار بالفعل هو قادر اليوم على انه يكون قائد للمرحله المقبله الى حتى اللحظه والاطار ما اعلن اسم المرشح؟ يا سيدتي حتى كنا ننتظر جلسه البرلمان هذا الاسبوع، ماكو جلسه برلمان وتأجلت وراح تتاجل. المقدمات تنبئ بالمخرجات تمام. المقدمات لحد الان يا سيدتي ما لحد الان احنا ما اتفقنا على 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 قضيه واحده بانه داخل. قلت لك الاطار كانت تجمعها موقفه، واليوم الافكار تغيرت. القضية المهم في هذا كله، خلينا نطلع بمحصلة نهائية. اليوم لكل مشكلة أكو حل. المشكلة قادرين على حل، هذا الكتل السياسية قادرة على حل المشكلة، إما أن تخرج للشارع أو مو ظلت يعني تماطل، لأن هاي المماطلة اللي راح يدفع ثمنها الشعب العراقي. يقدر أو ما يقدر، إحنا مشكلتنا هسه خلينا نشخص مشكلة. مثلاً هاي بنت هاي كلها العملية على فلسفة المكونات، وهذا إلك وهذا إلي، وهاي الوزاره لك وهاي اليوم، وبالتالي ما حد يقدر. ولذلك احنا كنا نعتقد اكو جناحين تمشي الحكومات بجناحين، جناح معارضه وموالاه. هذا ما تحقق، ما راح يتحقق. ماكو مفهوم معارضه حقيقيه لحد الان. هاي المعارضه التقويميه مو تقويضيه للعمل السياسي. ولكن اليوم احنا الاطار خلينا نتكلم بصراحه، قال مو قضيه توافقيه. اليوم احنا المشهد ما يحتاج اليوم يحتاج عفوا الاغلبيه، لا نحتاج قضيه توافقيه. اليوم التيار الصدري ما قدر، يعني تكلم بصراحة ما قدر بجلستين بثلاثة ما قدر أن يمرر حكومة أغلبية. بالتالي اليوم أنا أشوف الإطار عليه واجب حقيقي وواجب يعني يصارح الشعب العراقي، يقدر يكمل وما يقدر. إذا ما يقدر يكمل خلينا نروح نحل البرلمان، لأنه إذا ما نحل البرلمان قبل ما نغير قانون الانتخابات ما يخالف، خلينا بست أشهر العملية تصير ونغير من دائرة إلى 18. إحنا لما دينا 83 دائرة، ما هو شنو شكل الدوائر اللي نقدر نحققها مع أرضاء التيار الصدري؟ ما نخلي 83 هو خيار يعني. حل البرلمان دائما ما يذيل بأي بيان أو تصريح. لا وصلنا مرحلة بالأخير لازم يحل البرلمان. يعني دائما بأنه نذهب إلى حل البرلمان
البرلمان اجتماع الفكر السياسية تحاول تأجل يوم، يعني باسبوع واحد تأجل مرتين. إذا أكو مشكلة، أكو مشكلة حقيقة، ولازم نصارح نفسنا ونصارح الشعب العراقي من هاي المشكلة موجودة يعني. تمام أستاذ يونس، انت حضرتك تحدثت قبل قليل قلت لا الاطار ما عنده مشكله وما راح يعني يخطا الخطا السابق انه يصدر شخصيات الصف الاول ولا الصف الثاني على الاقل، لانه اليوم الاطار يفكر بالخدمه اللي راح يقدمها، يفكر بتعديل مسار. لكن ما يطرح اعلاميا اليوم هناك شخصيات، هكذا يفهم الاعلام، بانه الشخصيات الكبيره والرؤوس الكبيره اليوم هي تتصارع على المنصب، هكذا يطرح اعلاميا. نعم يعني ننسى هاي الفترة فترة حرجة، حتى الطروحات يعني يجب أن نكون حتى كلامنا هذا المفروض يكون دقيق يعني، لأن كلمة ممكن تغير. تمام الشارع متوتر ومتوجس ومترقب، بس لازم نصارح الشعب العراقي. احنا ما نحكي برومانسية ونرجسية ونبقى الأمور انحلت وانتهت وهي أكو عقدة، على الأقل أستاذ يونس عدم من المعلومات الكثير يعني بعض الخصوص. أتمنى نص المملوء من الكلام، أتمنى ولكن أكو مشكلة، أكو مشكلة أستاذي، أكو مشكلة مستعصية وأكو مشكلة قابلة للحل. تمام أنا باعتقادي مشاكل الإطار داخل الإطار قابلة للحل من خلال لقاءاتنا مع قادة الإطار، أنا ما داعش التحليلات أو أنا معلومة هاي، إنه داخل الإطار ما عندنا مشكلة كقيادات، يجوز البعض عنده طموحات سياسية، طموحات شخصية، ولكن الإطار اتفق على يخرج إلى الشارع وإلى هذا يعني بفكرة واحدة. قد يعني تأويلات، قد تكون هناك تسريبات، قد تكون أمور كثيرة، ولكن بالنتيجة سيكون الإطار يبقى واحد أمام البرلمان، ولا لن تمشي العملية السياسية بهذا الشكل، لن تسير. وهم يعرفون جيدا أنه التعنت يعني أي طرف اليوم من الإطار يخرج لوحده لن ينجح أبدا، يعني إذا لم يكن متماسك كإطار داخل البرلمان لن يستطيع لا تغيير الحكومة ولا تمرير أي حتى مرشح رئيس وزراء، يعني لن يملك الحل الأغلبية. طيب شو كنت تنفذ فرص الإطار اليوم؟ شو كنت يعني خلت الإطار يكون ما عنده فرصة؟ قادة الكتل قعدوا وخلوا يعني برنامج الجلسات ومنهاج الجلسات القادمة للبرلمان بداية الفصل التشريعي، إذا التوقيتات بدأت. الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية سيكلف مرشح رئاسة الوزراء، إذا على الكود أن يحسموا أمرهم قبل الجلسة الأولى، سيتم ترشيح رئيس الجمهورية، الجمهورية ينتظر مرشح الإطار الذي المفروض أن يكون جاهزا خلال الأيام القادمة، ومعلوماتنا أنه هذا المرشح قاب قوسين أو أدنى أنه جاهز. شكت ما تقولون رئيس الجمهورية انتخب، تفضل هذا مرشح لرئاسة الوزراء. هو شوكت يعني الإطار عن مرشح شوكت يعني صراحة بانتخاب رئيس الجمهورية سيكلف رئيس الوزراء يعني شو الأسبوع القادم يعني مع بداية الجلسة، يعني تكون مفاجأة للجمهور؟ هي ما مفاجأة، هو هذه التوقيتات الدستورية أنه عندما يكلف رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية في الجمهورية يجب أن تقدم الكتلة الأكبر مرشح لرئاسة الوزراء حتى يتم تكليف رسمي، يعطى مدة دستورية لتشكيل حكومة تطرح على البرلمان. هاي هي التوقيتات الدستورية. احنا المشهد تعقد لان الانتخابات جدي يعني ما مرتبه، يعني حتى الكتل السياسيه اغلبيتها غير واضحه، التحالفات ما مفهومه، حتى الشعارات اللي طرحت ادت الى هذا التقاطع، يعني مو بس سداسيه تقاطع، يعني هذا يمشي بهذا الاتجاه، هذا يمشي باتجاه المعاكس. الان بعد الامور صارت واضحه، سواء يعني قبلنا ام لم نقبل، اطار التنسيق هو الكتله الاكبر اليوم داخل البرلمان، باقي الكتل ما دام اكو هناك يعني محاصصه وتقسيم حصص المكونات سيكون في ركب الإطار التنسيق، لا يمكن أن يذهب بعيدا. أما أن يغادر البرلمان أو يتحول إلى المعادلة، من يدخل في المعادلة يرضى بمفاوضات مع الإطار التنسيقي، هذا هو المنطق يقول. زين منين نقول إحنا الشارع لازم شنو هاي النقطة؟ بس هاي النقطة اشرح ليها أستاذ يونس، منين نقول إنه الشارع لازم يكون راضي على شخصية رئيس الوزراء عندما تطرح؟ منين نقول اليوم شخصية رئيس الوزراء راح يعلن عنها داخل البرلمان؟ هو شنو المقياس إن الشارع راضي أو غير راضي؟ يعني عندنا استفتاء للانتخابات، الشارع قال قولته إنه هذا البرلمان هو اللي يمثل هسه رأي الشارع. تمام. فالحكومة تأتي تنبثق من البرلمان، ليس هناك تصويت على رئيس الوزراء يكون مقبول أو غير مقبول. زين. والقوى المعارضة الأخرى المراقبة للمشهد واللي هي طبعا هذا شغل المعارضة سواء داخل البرلمان أو خارج البرلمان. خارج البرلمان. خارج البرلمان موجودة وسائل. إذا جت شخصية القوى السياسية أكو شارع، أكو احتجاجات، أكو رفض، منظمات مجتمع مدني، محكمة دستورية، كل معارضة يعني عندها كل الوسائل يعني. والإطار خلى في حساباته أنه بالتأكيد كل حقوق. شنو شكل الرئيس الشخصية اللي بحيث الإطار سيد زينب هسه الحكومة الحالية ما لها معارضة يعني؟
تمام. هو هسه على هسه ماكو ناس حتى بتحليلاتكم وبرامجكم ما جت ناس اعترضت على سياسه الحكومه الحاليه؟ طبعا راي عام، على الاقل راي عام يعني، حتى 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 من داخل الكتل السياسيه. تمام. الكثير مؤتمر جده الاخير كم خرجوا من القوى السياسيه من المحللين من الكتاب بانتقاد الحكومه لذهابها الى مؤتمر جده مثلا. اذا اكو معارضه، هي المعارضه مو شرط انه اعداد ما قاعده بالبرلمان هذول قاعدين على اليمين مشجعين ودول معارضين. المعارضه لها هواي وسائل، الاعلام، مقاله، تغريده، مظاهره بالشارع، اكو ناس تقدم طعن للمحكمه الاتحاديه، هناك تقدم طعن الى 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 بعض قدم الى الى منظمات دوليه انه انه رايه في هذا الموضوع يعني اعترض على مسائل الحكومه ومسائل العمل السياسيه، قدموا الى الامم المتحده، قدموا الى منظمه العفو الدوليه، قسم قدموا الى منظمات دوليه. اذا المعارضه هي ليست اعداد داخل البرلمان هذا يقبل وهذا لا يقبل. طب. وشخصيه رئيس الوزراء عفوا غير خاضعه للتصويت حتى نقول هذا مقبول او غير مقبول. ربما هذا يحظى بجماهيريه اكثر من المعارضين. يعني قد يكون هناك مليون شخص متظاهر معارض لشخصيه رئيس الوزراء القادم. قد يكون مقابله 3 ملايين يخرجون مؤيدين لرئيس الوزراء. تمام. ما هو لا يوجد مقياس انا عام. هناك رضا عام عن الاداء الحكومي. عندما تكون حكومة ناجحة في برنامج الحكومي في تطبيق ما وعدت به، كلما كانت ناجحة في الإدارة بعيدة عن التدخلات السياسية، بعيدة عن الضغوط الإقليمية، ستكون ناجحة. الجمهور سيتفاعل مع هذا الأداء الحكومي، ينعكس على النجاح. هذا النجاح راح ينعكس على أداء الكتل السياسية، انه خرجنا حكومة انتجت نتاج بحيث الشارع هناك رضا واضح عن هذا الأداء الحكومي او عدم رضا. أستاذ نبيل يقول ماكو مقياس اليوم يعني معين لاختيار شخصية رئيس الوزراء يطرح على الشارع والشارع يقبل أو يرفض، لكن أكو أكيد مقاييس بين القوى السياسية باختيار الشخصية. هسه اليوم الإطار عندما يذهب بشخصية رئيس الوزراء إلى البرلمان لاختيار بمنهجية يعني مو بشكل عشوائي، أكيد قوى سياسية أخرى مستقلين عندنا، اليوم شنو المنهجية أو المعيار اللي يختار به الإطار حتى يرضي بقية القوى يعني وبعد والقوى المعارضة يعني أيضا نتحدث عنها تكون راضية عنها. نقاط إذا عن نقاط نرجع إذا عن نقاط يعني هسه يقولون نرجع عن نقاط يعني يعني مثلا منو بالإطار اللي أكثر حصل عدد مقاعد هو اللي يقدر يطرح اسم رئيس الوزراء حتى ما ياخذ وزارات. هاي المشكلة يعني احنا عندنا اليوم حكومة إرضاء خواطر بعد ما تفيد. قضية اليوم يعني اليوم مجهر شارع اليوم شعبي، وخلنا نتفق هسه ثلاثتنا يعني انت حضرت هسه مديرة حوار، اليوم العملية السياسية انا بتقديري هي في اسوء حالاتها، في اسوء حالات من 2004 الى اليوم. خلنا نتفق بانه اسوء حالاتها وصلت الى مرحلة طب يعني دخلت في غربة مجتمعية. استاذ ترى عندنا مراحل اسوء. أنا أشوف جت فترة نواب دخلوا انتحاريين للبرلمان. لا احنا هذه الصفحة دخلناها. لا لا انتحاريين دخلوهم للبرلمان. لا بدنا نتكلم عن العملية يعني أكو أسوأ من هذا يعني إنه واحد يقتل الآخر ما وصلنا لهذا. العملية السياسية اللي هسه أكو ناس ممتعضة من العملية السياسية. لا النتاج الشعب مو أنا وحضرتك نتكلم، اليوم الشعب هسه انزل للشارع يعني أنت احنا الشارع من بيئتنا فالشارع ممتعض جدا. من نجيب عملية سياسية حتى ما يهمه أغلبية، ما يهمه توافقية، حتى ما يهمه اليوم الكتل السياسية عليها أن تستشعر هذا كله من المواطن، عليه خدمة وطنية ومثل ما تفضلت. مستشعر القوى السياسية، لكن احنا بدنا نحكي يعني على منهجية اختيار رئيس الوزراء. منهجية اختيار رئيس الوزراء، خلي تكون منهجية يعني مو تختلف عن الماضي، مو منهجية حسابات وأرقام وهذا، راح نرجع إلى السيناريو القديم إلى 2005 إلى 4 ونفس السيناريو يعني المستقلين. نرجع. المستقلين شنو دورهم بهالمعادلة؟ المستقلين كنا نعول عليهم بصراحة، ولكن أنا أعتقد المستقلين هي اسم مستقلين ولكن ما ظل مستقل حقيقي، لان كنا نعتقد هم اللي راح ياسسون تشكيل وراح يقودون خلي شكلهم. كنا نعتقد نواه معارضه، بدايه نواه معارضه حقيقيه، ولكن مع الاسف يمكن العمليه الناشئه بعدهم ما يعني ما انفعالات حقيقيه يعني بالبرلمان، وما كانت عندهم هذه السرعه في يعني لا هو حتى وان يعني صاروا تكتلات وتشكيلات شو بده يسوي؟ يزيد من انسداد التعقد في انسداد المشهد السياسي؟ ما يصير المستقل ايضا يصير يعني حجر عثره، يعني ما كان في القوى السياسيه الرئيسه جايه تخلق مشاكل، يعني اليوم المستقلين هم على الاقل يذهبون باتجاه الحلول. اي المفروض يعني هذا يعني ليش تتهمهم انهم خلص يعني باعوا مبادئهم؟ مو يعني لا كنا نعتقد ان ياسسون مثلا يجتمعون على فكره واحده، يعني ما شايف مستقلين عندهم 8 اتجاهات، هذا مو مستقلين، المستقل اجى عنوانه شنو يعني غير انا افتهم انت مستقل. حتى بالعمليه السياسيه لو نرجع ماكو شيء اسمه مستقل، لكن المستقل الحقيقي اللي يكون منهجه واضح
ماكو منهج. يعني عندهم مثلا مؤتمر المستقلين طلعوا بمؤتمر غير الجيل الجديد وهي امتداد، هذا شفناه احنا، وبعدين الجيل الجديد ولا امتداد فيهم طلع مو مستقل. المستقل اجى تحت عنوان اللي تحت دخل الانتخابات. لذلك لا، ليش الجيل الجديد لا يعني ما له تاثير؟ على الاقل الجيل الجديد ما له تاثير اليوم بحل الخلافات ما بين الحزبين الكرديين؟ لا شلون؟ ما له اي اي لا دخلوا ما له اي تاثير ولا ضغط؟ يعني عنده راي بس مو صاحب قرار. لا ودخلوا بالتحالف الثلاثي. التفاوض عفوا اخذ وقت استاذ. لا عفوا لا. يعني التفاوض اليوم مسعود السيد مسعود برزاني السيد بافل طلباني ماكو طرف ثالث. هذول سيجتمعون الرأسين يعني اختيار الجمهورية، الباقي أراء عنده رأي. يعني بدليل هم حتى جيل الجديد سحبوا مرشحهم ورا ما وصلت إيه الحزبين الحاكمين تبقى بالنتيجة الحزبين هم الذي سيقررون شكل الجمهورية القادم. الباقي نعم عنده صوت معارض ولكن مو صاحب قرار. طيب عندما يتخذ قرار يبقى السيد مسعود والسيد بافل طلباني هم أصحاب القرار النهائي. وحتى اللحظه هو موقف الاطار من مرشح الاتحاد هو ثابت، هو ذات الموقف يعني قبل شهر هو يبقى نفسه. يعني هم موقف الاطار يعني يقول الاتحاد الوطني كان حليف استراتيجي الاطار في وقت التحالف الثلاثي، ولكن من حيث المبدا يدعمون ان ياتي مرشح واحد، يعني لا يدون ان يدخلون في تقاطعات مع الاحزاب الكرديه، لان مثل ما تفضل الاستاذ ان الحكومه القادمه امامها مشاكل كثيره، فما يضيفون مشاكل مع الحزبين الكرديين، فيفضلون ان يجتمع الحزبين بمرشح واحد وياتون الى بغداد وتنتهي هذه المساله. طيب خلاصه كلمه واحده. لا لا استاذ نبيل بس اسمح لي، يعني خلاصه المرحله المقبله او الصوره المرحله المقبله على جلسه البرلمان المقبل، شو راح يكون فيما يخص اختيار رئيس الوزراء واختيار رئيس الجمهوريه؟ بصراحه غير نتكلم صعبه جدا. لا احنا ذاهبين الى جلسه، يعني ذاهبين الى جلسه، ولكن اذا حضر طارق على سبيل المثال عندما كان الاطار يرفع الثلث المعطل والضامن، اليوم اكو سيناريو جديد. اليوم الديمقراطي الكردستاني اذا ما اخذ استحقاقه الحقيقي وما اخذ اللي يريده، والاتحاد اخذ رئيس الجمهوريه وما انطوا الوزارات اذا صارت يعني تفاهمات جديده او مشت امور، بالتالي راح يصير الديمقراطي اذا ما دخل ينضم للتيار الصدري تنتهي معاليه سياسيه بعد. يعني اكبر يعني فائزين بالانتخابات اللي هم التيار الصدري والديمقراطي يجي وراه بالمقاعد، ما راح. شنو السيناريو المقبل صعبة جدا. يعني اذا قرر الانسحاب مثلا هذا السيناريو الابعد يعني الحزب الديمقراطي فنفس العمليه يكون. لا السيناريو اللي قبل جلسه البرلمان. لا هم هنا قلنا يا اما يتفقون او سيقاطع الحزب الديمقراطي الكردستاني جلسه. هذا وارد عن رئاسه الوزراء. رئاسه الوزراء تنسيق طبعا. رئيس الوزراء اسهل لان يعني نصف زائد واحد وهذا يمتلك الاطار، يعني يستطيع تمرير رئيس الوزراء. تبقى العقده في رئاسه الجمهوريه. رئاسه الجمهوريه اعتقد الاطار التنسيقي مع حلفائه يمتلكون الثلثين يستطيعون تمرير رئيس الجمهوريه، ولكن لا يريدون هذه الاشكال تكلم عنها الاستاذ انه لا تقاطعات جديده مع كتل سياسيه جديده. يضغطون على الحزبين للاتيان. انا عبرت على الوقت بس اجى في بالي سؤال، يعني صار داخل الجلسه يجدد الى رئيس الجمهوريه ويختار رئيس الوزراء؟ يعني نفس الحالي اذا مرشح الاتحاد الوطني سيمر طبعا مرشحهم الوحيد. لا بدون ترشيح يعني خلاص بس لا ما يصير لازم تصويت والجلسه خلاص يعني جلسه طبعا جلسه تصويت اذا الثلثين مكتملين يعني اذا الجلسه قانونيه فلازم يصير انتخاب ان لم يدخل اثنين اذا لم يصير اتفاق يدخل استاذ نبيل العزاوي البحث في الشان السياسي شكرا جزيلا لك. استاذ يونس الكعبي نائب رئيس مركز القمه للدراسات شكرا جزيلا لك استاذ. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه والى اللقاء.